سؤال سئل البارحة لكنه موضوع الساعة، ألا وهو الترحم على التراب وأمثاله من أهل البدع والزيغ والضلال. طيب إخواننا، بالنسبة للترحم على التراب، المسألة دي هي ما مسألة عاطفة، لأنه كثير من الناس الليلة عندنا غالبا في السودان، غالبا الناس يتعاملوا بالعاطفة، وعندهم عاطفة جياشة للميت. الزول ده لو مات ممكن يطلعوا لك أعظم إنسان وأجل زول ويقول لك ده زيه ما في ذاته بس عشان مات، وممكن يترحموا على أي أحد. يعني قبل فترة واحد قال لي الجماعة فارشين على بوب ماري بتاع البنغوي داك، شفتوا فارشين عليه في الخرطوم في الدم، والله فارشين عليه وعديل الجماعة بشيله في الفاتحة. وإذا هور بتاع المريخ داك تذكروا اللاعب المات مات في الملعب أظن ولا شو ما عارف، داك فرشوا عليه في السودان عديل. وواحد متحدث جابوه في التلفزيون بيتكلم قال ذكرني موت إداهور بوفاة رسول الله قال صلى الله عليه وسلم. كويس، الجماعة عندهم عاطفة، القضية ما قضية عاطفة. النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبو طالب عمه كان بيدافع عنه، كان بيحوطه، وما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أذى كبيرا حتى مات أبو طالب. شفته مع دفاعه عنه ده جلس جنب راسه عند الموت قال لي يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. كويس، تعرف جنبه اثنين من صحبانه، أبو جهل كافر مات كافر، عبد الله ابن أبو أمية أسلم، الوقت ذاك الاثنين كفار. قالوا لو ترغب عن ملة عبد المطلب تخلي دين أبواتك تخلي له، كان آخر ما قالوا ومات هو على ملة عبد المطلب، ما قال لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم وعد وعد قال لأستغفرن لك، قال بترحم عليك. انت عارف نزلت عليه الآية، ربنا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. النبي نهي عن الاستغفار لعمه، كويس، ونهي عن الصلاة على المنافقين، ما بيصلي عليهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما يصلي عليهم، ما يترحم عليهم. طيب هل الحكم ده بينطبق على الترابي ولا ما بينطبق؟ وهل الترابي يعد من جملة المسلمين ولا هو قد ارتكب ما يرتد به عن الإسلام؟ ده سؤال، ما سؤال عاطفي عشان انت تقول يا اخ ما ممكن يا اخ، يا اخ زول بيقول لا اله الا الله انت قايل شنو؟ الردة دي احكام، حكم بالردة، زول وقع في الردة ارتد مرق من الإسلام خلاص. خليك من الكلام الكثير اللي قاله الترابي والدلال ده، خليك منه. الليلة دي الحكم الصحيح عند العلماء الزول لو ترك الصلاة مرتد، بس الصلاة برا، ولا قال أي شيء تاني، لا إله إلا الله تمام، أي شيء تمام، بس صلاة خلاه. قال الصلاة دي والله أنا ما فاضي ليه، وحقيقة ذاتها يملص ويزمة، وبعد ذاك الواحد يتوضى وده برنامج طويل، خلونا منها، أنا الصلاة دي ما دايرة، باقي الدين ده بقفله 100%. ده كافر مرتد. أنت قال الردة دي شنو؟ يدوك في الحيطة ويرجع يعني ولا شنو؟ دي أهل الردة ذاتها كده، ده مرتد. الترابي تعرف الأقوال اللي قالها دي؟ شفت الأقوال اللي قالها؟ قريب 20 قول ده الحافظن أنا من الباطل. العشرين قول بتاع انه ديل لو قسمون على 20 نفر بيرتدوا العشرين نفر، مش ارتد زول واحد. اقواله دي لو جبت اديتها 20 نفر، انت قلت له قول نمره واحد، وانت قول نمره اثنين، وانت قول الثالث، وانت قول ال 18 للعشرين نفر، ارتدوا العشرين نفر شت. قال ما في ياجوج وماجوج، ياجوج وماجوج، قال ما في حاجه اسمها ياجوج وماجوج. دي في القران ولا ما في القران؟ في سوره الكهف ولا ما في سوره الكهف؟ مش قصة ياجوج وماجوج في نص القرآن؟ زول ينكر لاية من القرآن، رأيك فيه شنو؟ ده مسلم؟ أي تدين أطول آية في القرآن؟ الغريبة بتاع حسين خوجلي القناة بتاعته 101 المساء مشغل القرآن، قال لمن مات الترابي
بس وقف الغناء الغناء وحبيبي جنني ومنومة قفلهم كلهم ديل. محمد المنتصر الدجال ده شد قفلهم، شغل القرآن بس. فتحنا القرآن لقينا مشغل الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى. واحد دق علي قال لي الآن حسين خوجلي مشغل القرآن وبيقرأ في الآية دي، قال لي اسمع سمعت الآية دي؟ قلت له والله حق دق عليه، قل له الآية اللي بعد دي طوالي أنكر شيخك، شيخك اللي بتقرأ له القرآن ده أنكر الآية اللي بعدها آية الدين. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وشنو ومرأتان. شهادة الراجل واحد بيساويها شهادة شنو؟ مرتين. الترابي قال ما في كلام زي ده، قال ما في كلام زي ده، قال شهادة مرة واحدة وراجل واحد، ما في مرتين مقابل راجل. ده ما في أنكر آية ولا ما أنكر آية، ده إنكار لآية. عذاب القبر ده في نص القرآن، ربنا قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية. غدوا وعشية دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ الآخرة فيها غدوا وعشية؟ الآخرة ما فيها ظلام يا أخ، ليل ما فيها، غدوا وعشية. قال ويوم تقوم الساعة أدخلوها على فرعون أشد العذاب. ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ترى الظالمون في غمرات الموت، مش كمان جوا القبر، قباله في غمرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم. باسطوا معناه شنو؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، باسطوا عذاب. قال والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، اليوم تجزون عذاب الهون. ده نص ولا ما نص في القرآن؟ سورة الأنعام ده نص. التراب أنكروا، قال ما في عذاب قبر يا أخواننا، يا أخواننا يقولوا لك بيعذبوه، قال في ملائكة يدقوا بشاكوش، قال ما في ما في، قال الحساب ده بعدين يوم القيامة، كله الحساب يوم القيامة، وما في عذاب في القبر. وقال الإنسان موية وبيتحلل بزوب بزوب، قال يزوب شنو؟ وقال في ناس أكلتهم الحيتان وناس قال حرقتهم أمريكا، قال ديل القون وين عشان يعذبوهم؟ يعني الله ما بيلقاهم ولا شنو؟ ده ما نفس كلام اللي قال ولا ضرب لنا مثلا ونسي خلق على من يحيي العظام وهي رمي، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كويس؟ الترابي أقوال دية كلها ولسه صف طويل. أنكر سدرة المنتهى، قال يا أخواننا شجر في السماء يا أخي، شجر شوك شوك، قال في سدرة دي قال شجر الشوك، السماء قال فيه شوك، ما في سدرة المنتهى. أنكر الزكاة، الزكاة دي جيب الساعة ولد صغير، ولدك ولا أخوك في البيت عمره 5 سنوات، قول له أركان الإسلام كم؟ 5، واحدة منهم شنو؟ الزكاة. الترابي قال ما في زكاة. ليلة القدر صورة في القرآن، سورة القدر، قال ليلة القدر طبعا كان الزمان يا أخواننا، ده جابوه في رمضان الفات قريب العشر الأواخر، قال ما في ليلة القدر زمان دي، هسه ما في ليلة القدر زمان، كانت بيتحروها زمان. لا أقول لك قولك هسه ديل أي واحد منا يمرقك من الإسلام، واحد بس ولا كلين، واحد إنكار ياجوج وماجوج يمرقك برا الإسلام، فهمت؟ إنكار علامات الساعة شد من أول الآخرة كل أنكره. هل ده مسلم؟ عشان كده العلماء في المملكة العربية السعودية العلماء الكبار حكموا عليه بالكفر، ما نحن ما حكمت عليه أنا، عشان تقول لي خلاص كفرته، انتهيت منه كفرته، ما أنا اللي كفرته، علماء الكبار العلماء ناس الحافظين القرآن والسنة وحافظين العلم قالوا كافر. دكتور محمد أمان الجامي عالم كبير مات زمان، كفروا بدري جدا الترابي ده. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي كفروا زمان، الشيخ عبيد الجابري ده قاعد هسه كفروا، قالوا ده ما مسلم، فهمت كلامي؟ عشان كده تترحم عليه، انت ترحمك ده تقاله بمزاجك. اللهم طارق السويدان جايبينه في الليناي، قال عزال الترابي، قال ارحم اللهم ارحمه واغفر له العلامة الترابي واسكنه فسيح جناتي. والله انت اترحم بطريقتك، لكن احنا الشيء اللي بنعلمه ما بجوز تترحم عليه، ولا الكلام ده ولا خجلان منه، فهمت كلامي؟ فواحدين في الفيسبوك اول ما انا كان اول يوم، اول يوم وفاة الترابي لما مات بعد الليناي بعد العشاء، واحد اتصل علي بمكالمة هاتفية، قلت له ما بجوز الترحم على الترابي ولا دلة كده، ما بجوز، والعلماء ما كان بترحموا على زوج زي ده ولا كلام الترابي ده كله. الفريابي تلميذ البخاري قالوا له واحد بيسب ابو بكر الصديق وبيشهد ان لا اله الا الله، نترحم عليه ولا نصلي عليه؟ قال ما تصلوا عليه ولا ترحموا عليه. الامام مالك رحمه الله تعالى سالوه عن قدريه، قال ما تترحموا عليهم ولا تصلوا عليهم. الامام احمد بن حنبل سالوه عن رجل رافضي يسب الصحابه،
قال ما تترحموا عليه ولا تصلوا عليه، ديل علماء الأمة، علماء الأمة ديل، فهمت كلامي؟ فأول ما واحد اتصل عليه قمت قلت له يا أخي ما بجوز والله الترحم عليه، ما بجوز، العلماء حكموا عليه بالردة، ما بجوز. أنت عارف نشروها في الهناي، صبحت الصباح لقيت قريب 120,000 مشاهدة، والواطة كل محل ما أمشي يا زول كيف تقول كلام زي ده، وما ممكن يا أخي، واحد قابلني من الصباح أول ما مركت مشيت محل الشغل، كيف قال لي تقول كده؟ الزول قال لي لا سدفين ما دفنوا، أنت تنبس فيه؟ يا ناس قلت له أنتم تتكلموا كيف؟ ما ده حكم شرعي، الحكم الشرعي ما بجوز الترحم عليه، وما عندي شغله مع زول كادين في الفيسبوك وجايطين اولاد الترابي وبكره داب ونحن حنعمل. هتعمل شنو يعني؟ هتعمل شنو؟ انت مسكين ولا شنو؟ فهمت؟ وشيخك وقت طعن في الصحابه وطعن في الاولياء الصحيح صحيح، انت ما عملت حاجه، تجي الان تقدر تعمل، تعمل شنو انت يا مستهبل؟ بلاش كذب. ديل يا اخي بسبوا الرسول، سبوا الرسول، سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الجامعه، ديل اولاد الترابي. نحن حصلت معانا بيننا وبينه مشكلة في جامعة السودان، مشكلة زمن، سب الرسول في المنبر قال ولا أصلي على هذا الشاعر الكاهن إلا لأن الله أمرنا أن نصلي عليه. زول يقول النبي شاعر وكاهن، ها؟ ربنا يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له هو إلا ذكر وقرآن مبين. فده الناس مجار ما يا أخي. لكن طلعوا لنا الجماعة بعد ذلك قالوا علامات الساعة وبتجيه ما تعرف وتطلع الدابة. الدابة يا أخي، الدابة الناس كلهم الله يبعث منهم الغياب وقوموا يدبوا، لا تطلع دابة عندها يضمين وعندها إيه، ويطلع المسيح الدجال وين، ويطلعوا ما ياجوج وماجوج يجونا من وين، ويجينا ما تعرف إيش، كلها يا أخواننا كل الأحاديث دي الآن أي حد بينقذ الحديث الآن كله اللي هو كلام فقط. بعدين يقول لنا عذاب القبر، ونحن ما بناخذ الإنسان للقبر، روح الإنسان بتسب تخرج منه، بناخذ البولي من الجسد، الجسد ده ما بيعاقبه يوم القيامة، ما بيعاقبه الجسد إذا نضجت الجلود في النار بيبدل الجلود. دي موية يا إخواني 60% موية، والباقي تعرفين نصر الأطباء يا إخواني. وخدتين جوا الغبر قالوا جاتوا الملائكة قالوا نحن نمشي كده، وتجي الملائكة ضرب وخبط. هو الملائكة معمولهم يا أخي محكمة كبيرة كده، ويجيبوا المحكمة يعني يحاكموا الراجل ده يعني. يعني الدين عندنا ما كده، الناس ما عندهم وعي أصلا، ضللوهم ضلال عجيب. ده كله لازم يتجدد يا إخواني عشان الناس يعرفوا. بعدين يا إخواننا الشعائر دي، الصلاة، الصلاة والصوم حد، هأكد لكم أنا بس على الناس كثيرين، أنت بتعمل كده يعني إيه؟ والله ما أعرف، قالوا أعملوا كده كده يعني كده كده، التحيات دي يعني إيه؟ ما أعرف الله، السلام عليكم وسلم على مين؟ والله ما أعرف. ماشي الصفا المروة، الصفا والمروة سبع مرات، ما أعرف يعرف سبع يعني إيه؟ ما أعرف الله. بتشيل ما تعرف الجمرات تضرب دائما، ولد الشيطان صداع في مكة هنا بالله، ونحن نصلي على الشيطان بالله، شو بالله البشر دي يا أخوانا؟ ما يفهموا يا اخوانا. يا الصوفيه اصلا قامت عشان تبطل الظاهر، السلفيين دي طبعا ما مشغولين بالجرائم، وبعد صلاه الظهر كلكم تذهبون الى الرمي حتى لو قتلتم بعضكم بعضا، لو جات اميره كده ورحتم من البتاع مت السنه دي السنه الجايه تموت، لا يا اخوانا صلاه صلاه البتاع لا حول ولا قوه الا بالله. بس ده شغلهم يعني، ده السلفيين الصراحه زمان كانوا قليلين الناس يعني، الان بقى مليونين ما يهمش، بس المهم ولو يموتوا يعني. هلا الذكر ده يا لطيف يا لطيف يا لطيف، سبحة 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 سبحة، ما عنده أي معنى يا إخوان، كلام ما عنده أي معنى يا إخوان. لو واحد قال لي يا فلان بتنبي، لو قال لي يا فلان يا فلان يا فلان عايز ينبهني، لكن لو بقى وقف أمامي وقال لي يا فلان يا فلان حسين 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 حسين، فأنا بخاطب لطلاب علم بيشغلوا في عقولهم يا إخوان، والله الأحاديث والبتاع كثير. بعدين شيء ثاني، عيسى منتظرين عيسى، لما يجي عيسى مش الامريكان ديل والاوروبيين والروس والكمان والصينيين ديل، لا لا لا، ده حيقتل كل الخنازير ويكسر كل الصلايب ويقلبوا لنا كلهم، يجون كلهم تحتنا بالله، ويجي نبي ما قالوا ما في نبي، لا يعني يدوه رتبه كده يا مولد ديموشن. وجد بين المسلمين من يصدع بهذا ويجيز انتقال المسلم الى دين الاخر، ومن ذلكم الترابي واسمه حسن ابن عبد الله الترابي سوداني، برأ الله السودان واهل منه وجمع خواصهم وعوامهم على
ما يحبه الله من الإسلام والسنة. فالسودان وأهلها أبرياء من هذا الفاجر الكافر الملحد. ونحن نقولها الآن أمامكم وقد قلناها في مجالس: كافر كافر ملحد ولا كربة عين. ومن نافح عنه وهو يعلم حاله فهو مثله إلا أن يتوب. فذلكم الرجل إن مات على ما هو عليه من الإلحاد والزندقة إذا مات على هذا دون توبة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.